زين جوز من عند ابو احمد تيجي تستلموه من اربد. ها شو جوز ولا 10 جواز؟ لا 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 كثير هيك، لا كثير هيك 10 جواز. اي اخوان انباعنا الله يبارك له، ما عدا الباكستاني طلع امازوني يا اخوان، ازرق اسود ما شاء الله جميل عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه يا حبايبنا المتابعين، اهلا وسهلا فيكم، ورجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم ويسعد صباحكم. طبعا يا اخوان اليوم نازلين على سوق البلد، معانا محمود اليوتيوبر يلي بدي انا ادعمه، ومحمود كمان نازلين اليوم يا اخوان. هينا لساتنا ما وصلناش، احنا قبل احنا هاي المنطقه كان اسمها سوق الجوره، طبعا هاي العماره هاي مكان العماره هاي كان منطقه اسمها سوق الجوره، ولكن التغى سوق الجوره ليش يا اخوان؟ او الجوره التغت لانه صار في عمار فيها، وكان في ناس يعني كانت مصدر رزق لناس كثير وعائلات كثير، ولكن لما انبنى المجمع هذا اخوان يعني ناس كثير تشردت بطلت تعرف وين تروح. فالسوق كان في سوقها زمان زمان زمان، ولكن هسه اختلفت الامور وصار السوق اصلا الرسمي صار هان على الشارع الرئيسي، وسوق الجوره التغى عشان تكونوا عارفين. هذا شكل الزلمه نازل يبيع المكيفه، مالك هسه بنساله على المكيف، خليكم معنا يا اخوان. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين السوق في الشتاء الوضع تمام، ولكن بس لما صحينا الصبح يا اخوان كانت الدنيا جميد، الدنيا جديد ماكله هواء. طبعا هنا عندكم البوات والسيفتيات والشغلات، هذا البوات جبته من هان، ديروا بالكم هذا السيفتي جبته من هان، طبعا يعني هذا احسن سوق باله للاحذيه والشغلات هاي، ديروا بالكم بتلقى فيه ماركات عالميه، ومش عيب انك تشتري من هان دير بالك، يعني ممكن الناس يفتكر انه الموضوع غلط او شيء، لا بالعكس يعني انا في زي ما قلنا لكم ماركات، وماركات حلوه مش اي كلام، خليكم معي. يا اخوان نبلش بالسوق هنا من عند ابو سيف الغالي، عنده شويه ما شاء الله شويه حلبيات جميلات ما شاء الله، في نوريات بوازها يمه فلوس ما شاء الله، حبات حلوات جميلات الله يبارك يا رب. تمام هاي عندنا هان دبابنا ما شاء الله، يعني عن جد يا اخوان حلوات. طفت السيارة ونزلت، هاي الطيرة جميلة يا اخوان ما شاء الله، عندك هان بولندية، هذول شوية دبابنا دائما هذا القن انا ما بصوره، بس سبحان الله اليوم بلشنا السوق فيه. طبعا الكلاب لسه فيش حدا مبسط، ابو سيف فيش كلاب اليوم؟ كمان شوي عشان برد. كمان شوي، طبعا يا اخوان احنا نازلين بدري بس احنا بنبلش فيها من هان زي ما انتم شايفين ما شاء الله. لما طلعت يلا يعطيكم العافيه، طبعا احنا نبلش من اول سوق الكلاب، احنا هيك جوا من لسه ما فتناش على سوق الحمام، خليكم معنا. يا اخوان هنا عند الشباب المحترمين دائما بنصور عندهم، يا اخي هذا مش معروف، هو نحاسي عرجاني قرنفلي مش كامل بس طير جميل ديروا بالكم، ولكن ايش تضريبته مش معروفه، احكوا لنا بالتعليقات طبعا عشان نكون عارفين. هذول هي عندك مصري جميل ما شاء الله، حلبي شكله طير مضروب صيد، هذا مصيود قرقاطي الحلبي، لانه مشكول قصدي شكله صيد يعني صايد. هالقرقاطي هذا جميل يا اخوان ما شاء الله، وعندك هنا جوز بناديق وشخاشله وبالونيات، قديش البالونيات؟ البالونيات 15 الله يبارك ما شاء الله. البناديق هذول ولا الزواجل؟ اعتبرهم 12 واللهور وشخشليه. الله يبارك 12 شخاشله، قديش شخاشله؟ الشخاشله قديش شخاشله يا محمد؟ قريبات للهورات يا زلمه، هذول مش مدربات على الهورات ولا متهيألي؟ اي بالضبط قريبات يا اخي، صارت الناس تدربهم صارت واحد بطل يقدر يعرف. طبعا يا اخوان ما شاء الله عليهم الاسعار عندكم، بلشنا فيها من هنا عندنا الاجواز اسعارها منيحه يا اخوان، يعني زي هذا الطير اخوان توقعوا لنا قديش حقه بالتعليقات، انا قال لي سعر صراحه ما صدقتش حرق ما شاء الله، بس المشكله فيش عندي له طيره، طير جميل يا اخوان، توقعوا لنا قديش سعره، اذا لنا في نصيب بناخذه اخر السوق، لو بنجيب له طيره عادي مش مشكله، خليكم معنا. جوز زومبيات هذا الزلمه، الزلمه صاحبنا ما شاء الله عليه، بات حلوات ما شاء الله الله يبارك، بيع مشترى. وهنا يا اخوان 15 هاي الطيره فحل، هذا يهودي اصفر ما شاء الله انها الطير تعبان. زومبيات قديش؟ امسكوا والله مش انا بنسال بنسعر للشباب، عرفت كيف؟ بس الطير تعبان برد، اجانا برد جماعتك يومين. جماعتك يعني
40 ليره بالبيض منيح حلوة والله يا اخوان بلاش بحق الفحل يا اخوان طالب 40 ليره بس لل... صح والله صادق اسمع وتنى على ليرتين لان جوعان طير لبنان طير طيرت 8 ايام الله يبارك يا اخوان طالب فيهم للمتابعين بس 40 ليره اعطيني رقمك على السريع بس يا اخوان للمتابعين يعني عرفتوا كيف ما رضيش يحكي على قدام الناس بالسوق انا لك مفرق يعني الله يسعدك والله انك كفو 0795954834 يا اخوان ابو ايش ابو تيم ابو تيم يا اخوان ابو تيم يوم الجوز اخوان جميلات والله ما شاء الله عليهم يعطيك العافيه ما شاء الله من النوادر اللي لسه ما صورتهم مش بالسوق اول مره بصورهم هيهم اسكندرانيات صح اسكندرانيات يا اخوان حبات على الاول الجمعه اللي فاتت كنا بنحكي انا وواحد بقول له ابو يوسف رب اسكندرانيات قلت له والله ما نلاقي سبحان الله هنا لقيناهم بس هدول مستوى يا اخوان جميل قلبتهم قويه جدا جفنهم احمر حتى نظافه وصحة يا اخوان الله يبارك يا رب حتى مكانهم نظيف ما شاء الله طبعا يا اخوان سعر الجوز قديش 200 الجوز يا اخوان بس ما شاء الله ما خليف هدول يعني انت بتاخذ فحل وطيره بتنقل صح يعني يا اخوان بتنقل فحل وبتنقل طيره ما شاء الله حبات جميله يعني اول مره بنزل على السوق هاي البذره اول مره بتنزل على السوق عشان تكونوا عارفين الله يبارك له يا رب يعطيك العافيه عندنا واحد من المتابعين سلم علينا شب عاد اطلع بودها شو اسمك ميلاد الكسجي بلال يا اخوان ميلاد ميلاد حبيبي يا ميلاد حياك الله معكم من حبه هنا جميلات شفر على عبسي على على مراسله او بندوق ازرق ما شاء الله عليه الله يبارك له فيهم طبعا يا اخوان يعطيكم العافيه اخوان عند ابو احمد نزل ام الكمامه يا زلمه احمد العساوي يا اخوان عنده قهوه في وين وين قهوتك بالضبط وين اربد بالضبط دوار وصف التل دوار وصف التل وين دوار وسط التل بالضبط؟ وسط البلد دوار وسط التل قديش رقم تلفونك؟ 0725 97 97 44 44 16 اخوان طبعا عنده شوية حمامات منزلهم بس يا اخوان شامط مشوار من اربد الحمام ماكله هواء طبعا شايفين ابرش عبسي رباش انا مجموعه شفار وبواز اخوان وين طائرات هذول هذا كله باربد هذول طايره باربد هاي الحمامات اخوان هاي فيها امازوني اسود قديش الامازوني امازوني 10 اوه والله الله ارخص سعر لحد الان شفته اقسم بالله يا اخوان هسه بدي احكي لكم قصه طرمة على الاسعار شو سعره المسود هذا عمي الله يبارك يا رب مسود اصفر حلو يا اخوان هو في سمانه والله جميل ما شاء الله الله يبارك لك مسود اصفر جميل طبعا اي اخوان هنا عنده كم من حبه منيحه ركز معي يا اخوان ركزوا مع الزلمه زي ما بقول لكم طبعا هنا عنده عيني ببالك دقيقه بس بتفصل على الحمامات كم من طير ما شاء الله عيني والله العظيم شايف اقسم بالله عيني عيني حلوه جميله ارفع بالسنفور وردينا السنفور ما شاء الله سنافل اربد هاي واحده بالجامعه الله يبارك لك فحلها فحل ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يجعلك والله بيعي مو دقه يلا خليكم معنا في بيع ان شاء الله ما شاء الله الثاني على حسنا يعني طبعا يا اخوان هاي هذول كلها راح تنباع بيعه كامله ان شاء الله والله العظيم هذول مع هذول الله يجبر عنك ان شاء الله وتبيع حلو تربح فيها ان شاء الله الزلمه محترم بيستاهل وانتم بتستاهلوا اقسم بالله والله بتستاهل انت وهو لايك لايك للقناه يا اخوان ابو احمد شو بقول لكم ايش ابو احمد ميتين ميتين والله الفتره هاي ميتين معي باللايكات يا زلمه عملوا شير للقناه لابو يوسف لنوصل 20,000 يا زلمه والله العظيم محظوظ الزلمه شوف شوف يا اخوان انا بامون ابو احمد ومش راح يقول لي لا بس نوصل 20,000 راح نوزع جوز من عند ابو احمد تجي تستلموه من اربد شو جوز ولا 10 جواز لا 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 كثير هيك لا كثير هيك 10 جواز باكستانيات للقناه 10 جواز باكستانيات خلاص يا اخوان هذول راح نربحهم لاهل اربد ليش صاروا هم قربنا على 20 قربنا هذول راح نربحهم لاهل اربد بس عشان عشان ايش بنقدرش نوصل حمام لاربد نقدرش نوصل لاهل اربد 10 جواز والله كف اسمع قديش قال لي قديش قلت له 120 ليره بقول لي 100 يا زلمه وقلت لك 110 يا زلمه انا صب عليك يا عمي اسمع 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 بنمون
اقسموا على 20 نصين 115 ليره وخلص وخلص 115 وقتها 5 ليرات تمام منك اترزق الله يا زلمه خلص البيع مساتر يا عم خلص بيع توكل على الله من قلبك من مبوك بيع توكل على الله يا زلمه قاعد بتشيل منهم بس الباكستاني شيل الباكستاني يا زلمه بارك له يا ابو احمد يلا يا سيدي الله يبارك الله يبارك يا اخوان باعت قديش حبه قديش حبه 36 حبة 36 حبة يا اخوان هذول كلهم مباع اعطيهم في الكرتونه اعطيهم بكرتونه يا زلمه اي اخوان مباعن الله يبارك له ما عدا الباكستاني طلع امازوني يا اخوان ازرق اسود ما شاء الله جميل عليه والله صلاه النبي عليها الطير طبعا كلها طيور حمام انباعت الحمام هيها الله يبارك لك ابو احمد 80 ليره هاي 110 110 ولا 115 دفكته يلا الله يبارك الله يبارك الله يبارك طيور حمامك فل يا زلمه هذول الشباب يا زلمه ما بيعطوش طير مش مكفول ما شاء الله عليها الشباب جماعه الترتيب يا اخوان عندنا هنا كم من حبه مناح عندك برامل اصفر عندك مسود هذا كنت ناوي اشتري ولكن انباع مع الحمام الله يبارك طبعا هي حبات ما شاء الله ما عدا الباكستاني بس اتوقع ما عدا الباكستاني ما شاء الله الله يبارك فيك يا رب طلع يا اخوان ما شاء الله راحين الحبات والله الامازوني ما شاء الله عليه بس الجماعه بحبوا يسترزقوا الله وبحبوا يفيدوا الناس يعني بفيدوا بيستفيدوا لا 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 القفص اللي جا بعرف بدكم تبيعوا شيء فيه ولا بدكم تبيعوا فيه شيء اي اذا ما هي ابو احمد هو ابو احمد الباكستاني هو اذا ما هي الباكستاني يا زلمه طبعا يا اخوان هي ما شاء الله الله يبارك انباعن الحمامات كليتين شبار وبواز ما شاء الله حمد حطوا بكيس يا احمد يلا 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 عندك مرقع احمر هيو ابراش الله يبارك لك يا معلم ان شاء الله الف مبروك الله الله يرزقك يا رب طبعا يا اخوان الزلمه معني معروف بالسوق دائما اخذنا منه يهودي اصفر كفل لنا اياه مطار عامل لايف انس لا مش لايف والله فيديو بنزل على اليوتيوب طبعا هذا معلم مالك يا زلمه صار لك ساعه قاعد واقف معه والله يا اخوان على راسك لك اخو ثاني صح شو اسمه وليد 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 وائل في وفي نور هذا الشاب اعرفه كيف حالك محمود هذا مش طبعا يا اخوان معنا واحد هنا على الفيديو انتوا لسه احنا مش مخليكم اياها مفاجاه طبعا بدناش نحكي يعني بس ايه سبحان الله طلع لحاله تعال يا احمد سلم عليه يا شيخ احمد افتح يا احمد تعال يا احمد الله يبارك يا اخوان الله يبارك كمان استاجرهم مع القفص كمان الله يبارك له طبعا يا اخوان ايش يا ابو احمد انا بجي له وين مستحي طلع علي كيف حالك الله يعطيك العافيه الله يبارك لك يا رب يعطيكم العافيه شباب خليك هذول الفحليين اخوان واحد عشره ضيق واحد عشره وسيع والله تمام ايوه الله يبارك فيهن للزلمه بجوز ناخذ واحد منهم بجوز ناخذهم الاثنين اذا كفلنا اياهم مطار لا والله ما بزبط طبعا عنده شو كم من حبه هان ما بزبط والله ما قصرتش معي صلي عني ما قصرتش معي سوى احمر هذا الابيض كم نوري هذا الحكي لك والله لايدك والله دباني بواز والله بدي دباني اسود لهور الابيض كم ما شاء الله حبات حلوه جميله الله يبارك للزلمه بعرفش يمكن 15 حبه والله اعلم او 10 والله انا والله هذيك والله هذيك اذا ما تكون هزقر يا زلمه بيع الزلمه بيع الزلمه صل على النبي مسوي بدي 15 ليره اخذه هو جلب القراكه والله بدي فيهم 25 الاثنين قلت له خلص 15 قال لي 12 قلت له خلص هات كمان ليره 13 ليره الاثنين والله اذا بدي اعمل مسوي 10 الاسود هذا كاش راح تكسب وبتكسب لقدام بتكسب هذول قديش رح تحسب لي اياهم هذول هذا قديش شوف شو بدك خليكم معنا يا اخوان عندنا كم من حبه هنا ما شاء الله عليهم كويات حلوات ما شاء الله صفر على بربريسي على نوري على بابنا نوريات سود ما شاء الله عليه جميل ما شاء الله الله يبارك حبات جميله الله يبارك لك يا رب ما شاء الله حبيب الله طيب يا زلمه شو بدنا نسوي يا زلمه نصيح الدنيا هيك شو بدك روبين لسه في الانجليزي بضلنا نقول لك روبين ايوه هاي روبين يا اخوان معنا الله يخلي لك اياه يا رب هاي سلم ايش بدك تحكي شي للشباب؟ لايك واشتراك لايك واشتراك يا اخوان يلا يعطيكم العافيه حبيبي يا روبين يعطيك العافيه اللي بيسالونا على الدجاج هذول باكستاني ضخم فيجن هذول الثلاث دجاجات وديك ب 100 ليره حقتهم يا اخوان ما شاء الله عليهم ضخمات صراحة النبي اوبا تهوش معي هذا الضيق قديش عمره 3 شهور لا يا هذول عمره 7 8 شهور والديك كله نفس العمر ما شاء الله بس يعني ما اشتغلناش لسه ما اشتغلنا حقهم 100 ليره زمان بايتين بيض 100 ليره حقهم ما شاء الله عليهم يا الله يعطيكم العافيه اخوان
من الحبات الحلوات في السوق يلي شفناهم اليوم. كمشة حرابين عباسي ما شاء الله، حبات جميلة. قديش أغلاها وأرخصها؟ 17 ل 25. والله يا بلاش، والله يا بلاش، من 17 لحد 25. والله أسعار منيحة يعني تبتحكي. شكلي أحمر جميل هذا الشكلي ما شاء الله. بس إخواني المشكلة إنه معجوقات، لو يوسع شوي، لو أنا منك بنزل شوي تحت. هاي روح نجيب كمان قبل. ايوه هيك منيح. طبعا يا اخوان طلع كم من حبه ما شاء الله عليهم جميلات، طقم احمر كله انا شايفه، كل حبات حلوه ما شاء الله الله يبارك. يعني انت بتحكي من يعني انت 25 ل 17 بتقدر تاخذ على 15 كمان، لانه يا اخوان البياع بينزل زي ما انتم عارفين. ما شاء الله شكلي قديش حقه الاحمر؟ اعتبره 15 اليوم. 15 والله جميل، والله حبات جميلة يا اخوان. هاي هاي كلها طيور حمام كمان مكفولة يعني ما شاء الله عليها. الشباب مالهم؟ ايش ايش كيف حالك؟ ما شاء الله ما تزعل. طبعا يا اخوان هان كم من حبة حلوات هذول المتابعين. شو اسمك؟ احمد. وانت؟ خالد. وانت؟ عبد. عبد. طبعا يا اخوان حبات حلوة جلوفة، جلوفة قراك تدبابنا كشامرة ما شاء الله. هاي باكستانية حمراء ولا ايه؟ تبانية حمراء ما شاء الله، حبات حلوة الله يبارك لهم الشباب. قديش اغلى طير هان؟ هذا الامازوني؟ امازوني ها؟ امازوني. قديش حقه؟ 20. الشاب حطه هان؟ الله يبارك الله يبارك. ما شاء الله الشباب محترمين والله العظيم. 40 ليرة، هو قال لك 20 هو حقه 40 ايش؟ كل جمعة. كل جمعة. لما تنزل بتلاقينا ايش؟ ماشي ماشي. طبعا هاي في عندك كم من طيرة هان؟ ما شاء الله الحبات هاي، العبس الاصفر قديش هذا؟ 20 ما شاء الله مناح والله بركة. هذا عبسي ولا كشميري؟ هذا عبسي ولا كشميري؟ كشميري. كشميري ما شاء الله عليه اخوان، جميل الطير الله يبارك. البذرة القديمة. ما شاء الله عليه، حبته حلوة يا اخوان ما شاء الله الله يبارك. عندك كان البراميليات كمان، شغلات حلوة الله يبارك لهم الشباب. اسمع عندك منهم كمية؟ منا هدول. هات رقم تليفونك. سجلوا 079 88 89 079 079 89 89. يا زلمه هذا رقمين ولا رقم؟ رقم واحد ما شاء الله الله يبارك يا اخوان. الرقم للبيع يا اخوان، بده يهرن عليه. الله يبارك يا اخوان، يلا يعطيكم العافيه. اخوان عندنا كم من حبه هان حلوات، شوف على العبسي مجمله ما شاء الله. شكلي قديش حقه؟ 10. الله يا بلاش. طير حمام ما شاء الله، شكلي ازرق. أنا يا إخوان هانا بلشت أتنفس صراحة، لأنه كنت ناوي أطلع آخر السوق وأحكي إنه السوق فارض، الحمام غالية، بس هان بلشنا نتنفس يعني عشرات بسعر حمام حلوة وسعرها معقول مش غلط. حياك الله، عادي أصوركم عادي تطلعوا. أيهم الشباب الله يسعدكم يا رب، منورين يا غوالي. طبعا يا إخوان أسعار منيحة يعني. هاي عندك الأزرق بلدي قديش شاب؟ 10. المطوق يا بلاش والله يا بلاش. معك هدول؟ عادي اصور ما شاء الله ما شاء الله. العبسي قديش شاب؟ 5. مسوي لفه حلوه ولا طيره؟ على فكره انا شايفك. صورت معك. صورت ايوه. قديش هذا حقه؟ اطلع برا السوق ديش اشوفك انت، انا زعلان منك. ليش بطلت تعلق عندي؟ كيف حالك؟ كيف ما بعلق، بطلت اشوفك بالمره يا زلمه. قديش هذا قلت لي؟ لا بصور تصوير حبيبي الله يسعدك حبيبي الله يخليك. لا هو تصوير عادي، ليش؟ عشان اذا بدنا نمسح شيء، بدنا في حدا مش حاب يطلع نشطب لك تطو نغبش عليه زي هيك، بينما لايف كله رايح. انت عندك معك حمام ولا؟ لا احنا بنصور، انا بربي حمام اصلا. هو بربي حمام. شكله مش مشترك بالقناه، صدقني انك ما بتستحي. خليه يشترك بالقناه يلا. لا تعال تعال خليه يشترك بالقناه هسه، طلع تليفونه وانت اشترك يلا عشان اعلمك. انا مشترك عشان اشوفك. لا مشترك يعني لازم والله لازم نصل يا زلمه. هلا حبيبي حياك الله، كيف حالك الله يسعدك. عنده قناه وانا كم من حبه هنا، حبات جميلات ما شاء الله. يعني اليهوديات هذول جميلات، بس المشكله عندي منهم 7 الحمر، فبدور على اسود، بدور على اصفر، على ازرق، اسود اصفر ازرق بس بدور عليهم حاليا، لانه الاحمر عندي كثير على السطح، عندي بجوز 7. هي ازرق كمان، بس بدنا اللون الثابت، بدناش اللون هذا. قديش الازرق هذا؟ 10. يعني يا اخوان بنحط لكم السعر بالدولار ان شاء الله. شوفوا هالكشميري هذا اللي انا عرضه، شو سعره الكشميري هذا؟ 100 لون فيه.
70 لون طبعا. اليهودي الأح... في واحد حقه 12 قلتوا لي اليهودي، واحد 10 صح؟ واحد 12 واحد 10 اليهوديات الحمر. الاشفار قديش الاشفار؟ وينه؟ قديش الاشفار؟ الاشفار قديش؟ انا واحد منهم. هذا هذا. وهذا 10. 10 8 و10. يا اخوان بدنا نشد، بدنا همتكم يا اخوان. هيك كم واحد هان؟ في بجوز 10 لو كل واحد يشترك بالقناه وصلنا. شدوا لنا حيلكم يا اخوان، اللي معه تليفون يشترك بالقناه. حبيبي يعطيكم العافيه يا رب. يلا السلام عليكم. اخوان كوكتيل. والله في ناس نصحني قال لي جيب لك شيء، هو بعض لي اخوان ديروا بال. كان عندي والله شرد من القفص. هو انه بالعاده يشرد الكوكتيل بيفتح قفص وشي. والله بيبيع بدله هذا. انا والله اجاني واحد هديه والله فتح القفص شرد. كنت حاطه على السطح. شفته بالقفص. قديش حقه هذا؟ 18 ليره يا اخوان. ما شاء الله طير حلو. طبعا يا اخوان لسه مش موالف 100% لانه عضته جامده ديروا بالكم. بس بدك ايش؟ بدك تتحمله. اذا تحملته خلص بوالف يعني. هي هو بعض، هو عضته جامده وكبير عشان هيك جبته كبير ما جبته فرش. لا بس منيح انك موالفه يعني، عضته قويه يا اخوان. بس ما شاء الله عليه يعني، لو واحد صغير بقرط له اصبعه. يلا يعطيك العافيه. انا تم الحبه هنا حلوه. البلجيكي هذا شو سعره؟ 15. والكينج 15. الريحاني ما شاء الله، الريحاني هذا 10. والابلق 15. اخوان اسعار حلوه منيح بالنسبه للحمام يعني. في حمام تستاهل، في حمام لا صراحه بالسوق، ولكن يعني ما شاء الله هذا بلجيكي صلاه النبي عليه ما شاء الله. الله يبارك. طبعا ابو الحارث منور الفيديو اليوم. ابو الحارث حبيبنا والله. ابو الحارث طبعا يا اخوان ايام الحمامات يعطيكم العافيه. يا اخوان كلب قد البغدادي الابيض اللي عندي، البغدادي الابيض اعلى منه اللي عندي كمان. ما شاء الله. مطلوب فيه 200 ليره. ها تعال تعال. شو اسمه؟ طلع يا اخوان دينيه. ما شاء الله الله يبارك لك فيه يا رب. نحاسي بعد اذنك. نحاسي جميل يا اخوان، مطلوب فيه 15 ليره النحاسي. حلو مرتب. مطوق هذا قد ايش سعره؟ 15 كمان. 15 يا سيدي، 10 15. المهم انه في مجال. الله يبارك يا رب. انا في كم من بربريسي هنا، على كم من دونسي انا، زواجل ما شاء الله، والبرنسا هاي البزره زمان عنها والله. يا الله يا الله شو انها كانت حلوه، ولحد الان حلوه ترى للرغيبه يعني. البرغابه مدفع فيها ما شاء الله. طيور الحمام هاي قديش الواحد من هذا الاسود الورق قديش المرقع؟ هذا يا اخوان جوز. طيرته قديش الجوز؟ الجوز 30 60 60 60 يا اخوان، يعني تقريبا انت بتحكي عن 90 85 دولار. نحط لكم احنا الاسعار بالدولار كمان يا اخوان. ما شاء الله عليهم والله جميلات بسون يعني. لما قال لي 30 ليره انا صراحه انصدمت. ما شاء الله الله يبارك يعطيك العافيه. سلام. السيكيات سود يا اخوان حق 35 ليره عند الزلمه الطيب ما شاء الله عليهم. حلوات جميلات ولا لطشه. طبعا الشباب متابعينا من وين؟ من مدبه. بيادر حياك الله حبايب الله يسعدكم. مطلوب فيهم 35 ليره الجوز والله جميلات ما شاء الله. الله يبارك يا رب الله يبارك يعطيك العافيه يا اخوان. ضاربه بقول لك قديش قعدت ماسك عليه؟ والله ساعتين. ساعتين يا اخوان بقول لك. طبعا هذا انسى عمري ما شاء الله عليه جميل الطير ما شاء الله. شو معك اليوم؟ شو ما شاء الله. طبعا وين هذا؟ ما صورناش حماماته ما شاء الله. هذا العمري هذا فحل الاحمر. وين عمري؟ فوز الاحمر يا زلمة. قديش حقه هذا؟ خمسة يا اخوان حقه طلعوا. بس بقول لك طير ضرب مجنه يعني. هذا اخوان اذا بتشتري بقعد عندك زي الحلاوه. جوز المطويق هذول في هذا مع المسوده. وهذا فلت هذا المطوق الاحمر. بحر الاحمر طير حمام تصفيره. طير حمام ما شاء الله ما شاء الله عليه. قديش حقه هذا؟ بعرف كم بدك تصير. كم بدك تصير؟ اسمع له بسعر ما انت عارف. مين الابلق الاحمر؟ من يسمى كم؟ 7 ليرات. 7 الابلق يا اخوان ما شاء الله حبات حلوه. الله يعطيكم العافيه. اخوان زي ما انتم شايفين احنا هيك بنكون خلصنا الحلقه في الفيديو هذا اخوان. بس يعني مش عارف شو بدي اقول لكم والله. الاسعار نار
اليوم أكثر يوم بحياتي بخش فيه عسوق البلد بلاقي فيه أسعار هيك، أسعار غالية، أسعار عالية، حمام مش مزبوطة بالمرة، ما في إشي حلو. يعني الحلو سعره فيه ما اختلفناش، ولكن في إشي ما بيستاهل، ما بيستاهل إنه أصلاً حقه هالسعر هذا. أسعار غالية عالية، أقل سطير نمسكه. إحنا منحكيش على أسعار أبو الليرة والليرتين، إحنا منحكي على أسعار يلي حقه 10 مثلاً، من 7 إلى 10، تلاقي حقه 15، تلاقي حقه 20، تلاقي حقه 25. هذا غلط فيا إخوان. الأسعار عن جد السوق اليوم أسوأ سوق بشوفه من أيام اللي بلشت أنزل فيه على السوق. ما بعرف شو القصة، يمكن عشان آخر شهر، ما بعرف، يمكن الحمام حلوة، لا مش حلوة، ما في طير، ما في اثنين بيجتمعوا على رأي واحد إنه يقول لك في حمام حلوة اليوم بالسوق. الحلوة معدود على الإيد، خلينا نحكي الأسعار تبعته حتى أسعاره مقبولة. يعني الحلو أسعاره مقبولة، بينما المش حلو غالي وأسعاره مش مقبولة ومش منطقية يا أخوان. على العموم جولتنا اليوم كانت مش ولا بد، أنا مش مبسوط للأسعار لأنه الوضع ما بطمن. ما اختلفنا الأسعار تغلى، ما اختلفناش أنها تغلى، ولكن الطير يكون منيح، يكون الطير جميل، الطير يكون مستاهل، غير هيك ما بيلزمنا. على العموم حبايبي هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إذا عجبك المقطع دعمنا لايك اشتراك شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محمود مع مين انت؟ احكي ليش مستحي؟ مع عم الشيب الغالي الله يسعدك. وعلى اخوان افطور مع شيبو، خلنا نحطه بالفيديو اليوم، ابو الحارث والشباب بمطعم هاشم، احسن مطعم بالبلد يا اخوان، تفضلوا معنا. هاي راح تكون يا اخوان نهاية الفيديو ان شاء الله، لانه احنا قفلناها بالسوق. بس اخوان اسعار السوق، شو رايك اسعار السوق؟ وغالية صح؟ انسى، نازل مش نازل يبيع، نازل يعرض، يا ريت اشي حلو صح؟ محمود شو رايك باسعار السوق؟ زي الزفت غالية. شيبو شو اسعارك، شو رايك باسعار السوق؟ والله كويس، انا مش ماليش بالشغلات. انت مالكش، بس يعني انت لاحظت اني انا متضايق من الاسعار. ان شاء الله هتعجبك. كفو والله. ايش مالك، شو رايك باسعار؟ والله اخو غالي كثير اليوم. غالي والله غالي يا زلمه، مالك يا زلمه غالي. اول مره بنزل على البلد، وبلاقي الاسعار هيك غاليه. يعني السوق هسه ماشي، ما بعرف، لا غاليه. يلا يا اخوان يعطيكم العافيه، بدنا نفطر. بسم الله الرحمن الرحيم.